السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام أخواتي. اليوم موضوعنا إن شاء الله هو كل ما يتعلق بمشاكل التعشيش لدى الحسون، نزولا عند رغبة بعض الإخوة في القناة. سأجيب على بعض الأسئلة في هذا الفيديو، وإن شاء الله يكون موضوع ممتع، لذا أرجو مشاهدة الفيديو للأخير. ولمن يشاهد هذا الفيديو لا تبخل أخاك باشتراك ووضع إعجاب للفيديو، نحن نجتهد لتقديم الأفضل لك. أرجو منكم المساندة ودعم القناة لينتشر الفيديو وتعم الفائدة للجميع والدال على الخير كفاعله. نتطرق للأسئلة التي تحير الإخوة في القناة. أول سؤال، ألا وهو أن الأنثى جاهزة ولكن لا تبني العش. السؤال الثاني هو أن الأنثى قد تم تلقيحها وربما عدة مرات ولكنها لا تبني العش. الذكر والأنثى يرمون مواد التعشيش ولا يبنون العش، يرمونها في أرضية القفص، لماذا؟ أيضا أن الأنثى تبني وتخرب العش. سؤال آخر وهو أن الأنثى وضعت العش في مكان غير مناسب في القفص، كان تضعه في الأرضية أو داخل المئكلية أو في أي مكان. هذه عدة أسئلة وسأجيب عليها إن شاء الله. أولا، لكي نعرف الحل يجب علينا أن نعرف الأسباب التي أدت إلى هذه التصرفات. هناك عدة أسباب ويجب أن نعرفها لكي نجد الحل، ألا وهي أول شيء وهو عدم توفر الأمان، وربما عدم تنويع مواد التعشيش اللازمة، وربما مكان العش غير المناسب للزوجين، وربما أيضا مكان القفص غير مناسب للزوجين ولم يعجبهما مكان وضع القفص، وربما عدم جهوزية الأنثى الكاملة. وأيضا يمكن أن يكون عنقود البيض لم يكتمل لدى الأنثى. وأيضا سبب آخر وهو ربما وجود بعض القمل أو كما يقال له الفاش في القفص، وهذا ما يسبب إزعاج للأنثى. وربما أيضا نوع العش، قد يكون نوع العش غير مناسب للأنثى خاصة إذا كانت بكرية أو خلوية، يعني صيد جديد. وأيضا هناك سبب آخر وهو كثرة التطفل على الزوجين، وهذا السبب يعني خاصة سبب قد يقضي لك على موسم التزاوج، وهو التطفل الكثير على الزوجين وتكون أنت السبب فيه. وأيضا ربما يكون تحريك القفص من مكانه. الآن سنتطرق إلى الحلول الممكنة إن شاء الله. أول حل وهو توفير مكان آمن وليس فيه حركة كثيرة. المهم نوفر الأمان للزوجين، مكان ليس فيه حركة كثيرة وفقط، ليس فيه أشخاص وغير ذلك. المهم أن لا نزعج الزوجين في هذه الفترة. أيضا أرجو تنويع مواد التعشيش من صوف وقطن وخيشة، ووضع خيوط الجبس التي تحدثت عليها في موضوع سابق، وشعر الماعز مع وضعها قبلا في ماء فيه خل التفاح أو الحلبة لتفادي القمل والفاش في الزوجين. الآن سأنبه لشيء وأكمل لكم الحلول بإذن الله. هذه المواد للتعشيش أنا قمت بتجهيزها بنفسي، وهذا ما يبيعونه لكم في المحلات، وقد تحدثت في موضوع سابق عن هذا الأمر.
أنا وجدت مصدر هذه الأشياء وهي رخيصة، كل هذا ب5 دينار جزائرية، يعني لا يكلفني كثيرا. وسأضع روابط بعض الفيديوهات المهمة لكم في الوصف تحت الفيديو. هذه كل مواد التعشيش التي حدثتكم عنها أنا أضعها هنا. لعلم أكثر سأضع لكم فيديو تحت الفيديو، الفيديو عفوا تحت في رابط تحت الوصف. هذه خيوط الجبس وبعض من الصوف والقطن، الرجاء عدم الإكثار من الصوف والقطن. أيضا بعض خيوط شعر الماعز. أيضا المهم هذه معظم الأشياء نضعها في قالب من هذا نجده عند باعة مواد التعشيش عند بائع الطيور. نكمل الحلول إن شاء الله. نضع القفص في مكان مرتفع وفيه إضاءة طبيعية، على شرط أن لا يكون هناك حرارة كبيرة ورطوبة في المكان. أيضا نعطي عظمة الحبار للأنثى، سواء مع خلطة الجوز واللوز أو مع البيض، أو وضعها مباشرة في القفص. لمن لا يعرفها، هذه هي عظمة الحبار، نجدها في نوع من الأسماك يسمى السيبيا. نضعها نبرشها مع خلطة اللوز، وسأضع لكم فيديو تحت في الوصف إن شاء الله. هذه هي عظمة الحبار، مفيدة جدا ومصدر دائم للكالسيوم، وحبذا لو غسلتموها قبل تقديمها للحسون. أيضا نعطيهم البيض المسلوق 2 مرات في الأسبوع خلال فترة التزاوج، مع قشوره، وأنبه مع قشوره، مع تغيير البيض يوميا، نصف بيضة لكل زوجين يكفي. أيضا نوفر لهم مكان، وفر لهم كامل الأغذية التي تحدثنا عنها سابقا من خضروات وفواكه وخلطة البذور، برنامج صحي متكامل إن شاء الله. أيضا ضع عش مناسب يكون يحاكي الطبيعة، خاصة إذا كانت الأنثى بكرية، وقد تحدثنا عن أفضل الأعشاش التي يحبذها الحسون في القفص. أيضا لا تغير يا أخي مكان القفص كثيرا، والأفضل ألا تحركه تماما خلال فترة التزاوج. أيضا حافظ على نظافة القفص لتجنب الفراش، وإذا وجدته هنا يجب عليك استعمال بخاخة أصلية للتخلص من الفراش. وتأكد يا أخي من أن تكون أصلية، لأنه هنا انتهى دور القضاء على الفراش طبيعيا، لأنك في مرحلة تزاوج ولا يمكن العبث كثيرا مع الأزواج، لذا نحن مضطرون لاستعمال أدوات كيميائية. أيضا أنبهكم يا إخوتي، لا تستعملوا قطرة الإيفوماك أو كما تدعى الإيفيرميكتين، لأنها قد تسقط لك ريش الطائر، وذلك بنسبة 80% سيسقط ريش الطائر ويدخل لك في غيار ريش اضطراري، وهنا للأسف الشديد سيذهب لك الموسم هباء منثورا. وأنصحكم بمنتوج معين، وهو يعني متوفر عند القليلين، ولكن أرجو التأكد من المصدر، لأنه معظم الأدوية مضروبة، لذا تأكدوا من مصدر جلبكم لهذه المضادات. أرجو أن تكون أصلية. أنا لا أزكي أي منتوج، ولكن هذا حاليا يباع عند البيطري. عند البيطري قد تجد هذه القارورة أو غيرها، المهم أن يكون السائل الذي داخلها لونه أخضر ورائحته لاذعة. هذا الحل اضطراري إخوتي لمن وجد الفاش، ولمن وجده في العش أيضا قد يستعمل هذا، وقد يستعمل تصلح أيضا الحلبة بشكلها مطحون.
وبارك الله لنا وفيكم، وأرجو أن أكون قد كفيت ووفيت في هذا الموضوع. الرجاء عدم بخلنا بإعجاب للفيديو وترككم تعليق أو أي تساؤل تحت الفيديو، وأنا أرحب بالجميع إن شاء الله.